السؤال بيقول يعني العلاقة بين المواي تاي والكاراتيه والكونغ فو، وإن في ناس بتقول إن المواي تاي اقتبس الفن بتاعه من الكاراتيه والكونغ فو. اوكي جان ختاو تام لين باب من يعني تان كان باب مواي تاي كاراتيه كونغ فو لا مي بان كون ختاو كدبا من مواي تاي من ما تجاك مواي كونغ فو كاب مواي كاراتيه ياك تام جانอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยจะคือมวยกังฟูกับคาราเต้เนี่ยเคยเล่นมาอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากหนังเวลาหนังกังฟูหนังอะไรพวกนี้นะแล้วก็เล่นตามอึสอัดแต่มันมีความรู้สึกว่ามันชกมันเตะมันต่อยมันอะไรเนี่ยมันไม่สะใจมันไม่เหมือนมวยไทยที่เตะเอาไปทีนึงเนี่ยแม่นๆเตะกระดึงต้นกล้วยขาดหรือเตะที่กระสอบทรายมันทีนึงมันหักมันขาดตีศอกทีนึงมันแต่มวยกังฟูมวยมันเหมือนมวยเพื่อการแสดงอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาก็มีถ้าคงไปดู YouTube ก็จะเห็นแล้วหรอกว่าเคยเอามวยไทยกับกังฟูมวยไทยกับคาราเต้มานั่งกันเนี่ยมาชกกันแล้วก็โดนเอาแค่เตะพับนอกไปก็ขาเยี่ยงขาอะไรกันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วคือมวยไทยมันมีพิษรอบตัวนะถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่แค่บนเวทีนะนอกเวทีเนี่ยมันพิษรอบตัวมากกว่านั่นอีกเพราะว่ามวยไทยต้องบอกว่าใช้อาวุธได้ทุกชนิดคือ9ชนิดแต่คาราเต้เนี่ยใช้อะไรได้มั่งคิกบ็อกซิ่งยังตีศอกไม่ได้แล้วหรือว่ามวยกังฟูเนี่ยมันก็มีแต่ท่าทางเห็นไหมเห็นชื่อมวยกังฟูชื่อนั้นชื่อนี้มันยังอึดอัดอึดจัดคือยังช้าน่ะมัวแต่เล่นล้ำปั๊บพี่ไทยเตะก้านคอทีหลุดเลยอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ได้บอกว่ามวยไทยดีกว่าทุกชนิดมันขึ้นอยู่กับคนฝึกถ้าไปคนมาฝึกมวยไทยได้3เดือนแต่ไปเจอกังฟูฝึกมา10ปีมันก็สู้กังฟูไม่ได้หรอกแต่ถ้าฝึกสิบปีเท่ากันน่ะโอเคเลยแม่เออเพราะฉะนั้นเราไม่รู้กีฬาชนิดไหนเพียงแต่ว่าใครฝึกนานกว่ากันแล้วลูกเล่นอะไรมันมากกว่ากันมวยไทยบอกแล้วไงว่าฝึกมามีมวยไทยพื้นฐานมาคือเพื่อลบกับข้าศึกเพื่อเอาชนะดินแดนเพื่อฆ่าเขาแต่กังฟูกับคาราเต้เนี่ยฝึกมาตั้งแต่ไหนเพื่ออะไรผมไม่รู้ไงman okay طب طب يقول بالنسبه للالعاب الفنون القتاليه فيها مشتركات كثيره بيناتهم مثلا اللكمات الركلات فجميع الفنون القتاليه فيها مثلا مشتركات كثيره لكن بالنسبه هو بالنسبه له شخصيا كان في السابق مارس الكاراتيه ومارس الكونغ فو بشكل شخصي يقول في فرق في المواي تاي لما تركي الشخص مش فقط تركي له يعني بالنسبه للكاراتيه والكونغ فو لازم تركي له بسرعه وقوه لكن بالنسبه للمواي تاي في قوه كثيره يعني بيستخدمون يركزون على السرعه ويركزون على كل الاشياء اللي مشتركه مع الالعاب الاخرى لكن القوه اللي مارسوها في تايلاند مختلفة ما في ألعاب أخرى ممكن أقارنها في بالملاكمة التايلندية لكن يقول مثلا يعني لما تجيب مثلا شخص بيمارس الكونغ فو لمدة 10 سنوات وتجيب شخص يمارس المواي تاي لمدة 3 أشهر فما ممكن نقارن لكن لما تجيب شخص يمارس الكونغ فو لمدة 10 سنوات وشخص آخر بيمارس المواي تاي لمدة 10 سنوات راح يشوف من الفرق راح يشوف أكو فرق بين اللعب مواي تاي بيسموها مواي مان يعني في عنف القوة أكثر. السؤال يا كابتن بالنسبة للمواي تاي. السؤال هو هل المواي تاي اقتبس العلم القتال بتاعه من الكونغ فو والكاراتيه بما إن الكونغ فو والكاراتيه هما الأقدم
وهنا الكونفو هي جاره لتايلاند اللي هي الصين، وان اليابان جاره لتايلاند وهي المستخدمه الكاراتيه. ده السؤال يعني، هل التايلانديين اقتبسوا من الكونفو والكاراتيه؟ لان في كتب تاريخيه بتتكلم في الموضوع ده وقالت الاقتباس التايلانديين كله جه من الصين واليابان اللي هو الكاراتيه والكونفو. اوكي، فقط بشكل شخصي قبل اترجم، بالنسبه للكاراتيه ما اعرف الكتب العربيه، لكن الكتب التاريخيه الانجليزيه الكاراتيه حديثه جدا يعني مقارنه بالالعاب الاخرى. هاي فقط كشكل شخصي، لكن راح اسال طبعا، قد راح اترجم للسؤال. اوكي اوكي اجان ختاو تام باب اني من تيبو باب مواي تاي مواي بوران بوا ختاو مي كون ان بوم ختاو كيان باب مواي تاي من